بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بحضراتكم من جديد في سلسلة حلقات التعليم CSS 2.0. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل مع بعض في سلسلة حلقاتنا. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن introduction، عن مقدمة عامة عن CSS ومزاياها ومين الجهات المسؤولة عنها وهكذا. النهاردة إن شاء الله هنبتدي بالفعل ناخد يعني حاجات اكثر في العمق شوية. هيكون ان شاء الله باذن الله موضوع حلقتنا النهاردة عن CSS syntax وشرطة selectors، يعني ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن حاجتين اتنين. السينتاكس وديت معناها الصيغة العامة لكتابة كود CSS، والحاجة التانية بتكون selectors او المحددات، وهنعرف كويس خالص يعني ايه سينتاكس ويعني ايه selectors وهكذا. طيب ننزل تحت، و اختصارا الكلام المكتوب فوق ده: A style rule is made of three parts. rule معناها ان القاعدة لكتابة الستايل لكتابة كود السي اس اس بتتكون من ثلاث اجزاء رئيسية. طيب هما ثلاث اجزاء دولت: اول حاجة بتكون السيلكتورز، تاني حاجة بتكون البروبرتي، والثالثة بتكون الفاليو. طيب حاجة حاجة كده، يعني سيلكتور يعني بروبرتي يعني فاليو. طيب شوف، لو كان جنب منك اي حاجة، يعني لو كان جنب منك بوتاجاز قريب او ما شابه، اعمل باوز وروح اعمل لك كوباية شاي وتعال. الكورس طبعا متوجه للناس اللي هي بيجينرز، ان شاء الله هتبتدي لسه تتعلم سي اس اس، مش للناس اللي هي ادفانسد في المجال او حتى الناس اللي هي ليها فتره بتكتب اكواد سي اس اس. طيب في الاول خالص، يعني ايه سيلكتور؟ سيلكتور ده بيقول هو ان سيلكتور از ان اتش تي ام ال تاج ات واتش ستايل ويل بي ابلايد. يعني من الاخر كده، السيلكتور هو عباره عن تاج الاتش تي ام ال اللي انت عايز تستايله، اللي انت عايز تطبق عليه الايفكت بتاعك. هو الاليمنت، هو عنصر ال HTML، هو التاج بتاع ال HTML اللي انت عايز تحط عليه ستايل معين. يعني من الاخر، اول ما تسمع كلمة سيلكتور، اول ما تسمع كلمة سيلكتور اعرف ان في ايه، اعرف ان في تاج HTML جاي لك، عنصر واسم من وصوم ال HTML. ده كلمة سيلكتور. زي ايه وصوم ال HTML؟ كتير طبعا، هيد وبادي وهكذا، H1 H6 وهكذا. تمام كده، دول اسمهم مين؟ اسمهم سيلكتورز زي ما هو قال لك هنا. طيب الحاجه الثانيه بتكون عباره عن البروبرتي. البروبرتي ديت عباره عن ايه؟ الخاصيه. ترجمتها معناها خاصيه. طيب يعني ايه خاصيه؟ بروبرتي از ا تايب اوف اتريبيوت، از ا تايب اوف اتريبيوت اوف اتش تي ام ال تاج. سمبلي يعني من الاخر كده، حط في دماغك ان البروبرتيهات بتاعت الاتريبيوتات بتاعت ال HTML هي بروبرتيهات في ال CSS. يعني معناها جميع خصائص ال HTML تعتبر مين؟ تعتبر خصائص ل CSS. يعني ايه بروبرتي في ال HTML؟ فاكر ايام زمان لما كنا نقول مثلا فونت، كنا بنقول ان فونت ده سيلكتور، صحيح كده؟ طيب كنا نديله الخاصية ازاي؟ زي مثلا، طيب انت عايز ايه من الفونت؟ كنا بنقول فونت كلر، كنا بنقول فونت سايز، كنا بنقول فونت فيس. اهو ده بالظبط، ده اسمها ايه؟ ده بالظبط كان اسمه اللي بروبرتي ايام زمان، او بمعنى ادق كنا نقول عليها اتريبيوت في كورس ال HTML اللي فات. كنا نقول عليها اتريبيوت زي الوصف مثلا ايه، كنا بنقول من الرسوم اللي ما بتشتغلش غير لما تتحمل مجموعه من الاتريبيوتات، اللي هي زي مثلا HREF انت عايز تربطه بايه وهكذا، دي اسمها الاتريبيوت. طيب كل الاتريبيوت اللي موجوده في ال HTML تعتبر ايه؟ تعتبر بروبرتي هات، اسمها مصطلح برمجيا في CSS بروبرتي، خصائص لمين؟ لCSS. تمام كده، يعني ببساطه جيد. طيب تخيل عندك سيلكتور اللي هو تاج ال HTML، وعندك بروبرتي اللي هي الخاصيه اللي انت عايز تغيرها في الاليمنت بتاع ال HTML. طيب ايه اللي ناقص؟ ايه اللي ناقص؟ ما فيش حاجه ناقصه غير تحط لي القيمه اللي انت عايز تغيرها في الاتريبيوت اللي هي في البروبرتي بتاعه الاليمنت اللي انت عايز تستايله، اللي انت عايز تمنتج عليه، اللي انت عايز تعدله. يبقى الفاليو، فاليو ار اسايند تو بروبرتي، القيمه اللي بيتم اسنادها لمين؟ للخاصية. زي مثلا لو انت كنت مستخدم الخاصية color تديله شفرة لون، لو انت كنت مستخدم الخاصية face تديله مثلا شفرة اسم خط، لو انت كنت مستخدم الخاصية href تديله مثلا الرابط بتاع وهكذا. ديت مين؟ دولت الثلاث حاجات اللي بيتكون منهم، او دولت الثلاث حاجات اللي بتكون منهم رول ال css. طب لما نيجي نصفهم كده في سطر واحد،
يقول you can put simple you can put CSS style rule syntax as the following selector المحدد كود ال HTML اللي انت عايز تغيره تفتح البريسز واحدة جوه من البريسز بروبرتي الخاصية اللي انت عايز تغيرها في الاليمنت ده نقطتين فوق بعض فاليو ايه القيمة اللي انت هتسندها للخاصية اللي انت عايز تغيرها في الاليمنت وتقفل البريسز طبعا ما بين البريسز ممكن تحط عدد كتير جدا من البروبرتيات وطبعا الكلام ده احنا هنحاول نوصل له او هنحاول ان ايه نشتغل عليه على يعني هنتعمق فيه خلال الحلقة ديت ان شاء الله باذن الله طيب نقول عايزين ان شاء الله باذن الله طيب دلوقتي تطبيق بسيط علشان نفهم القصة ماشية ازاي المثال اللي انا هكتبه دلوقتي ملوش دخل بالخصائص ملوش دخل يعني ملكش دخل باي حاجة خالص ما تحفظش ولا خصائص ولا تحفظ اي حاجة من اللي انا هكتبها ده بس توضيح علشان الشكل العام للصيغة بتاعت كود السي اس اس بتتكتب ازاي فانا هفتح نوتباد بلس بلس وعندي صفحة سي اس اس تمام سيبك من السطر اللي نايم ده انا والله العظيم هشرحه بس مش دلوقتي عندي ملف HTML عادي جدا وعامل فيه H6 كأن هو يعني تايتل عنوان بس عشان H1 كبيرة خالص علشان انا مصغر الشاشة وكاتب فيه Welcome to my site وعامل فتح تاج باراجراف وكاتب فيه This is just for training عندي الوسمين دولت في مين في البادي بتاع الملف ال HTML ده اللي انا مسميه Index وانا دلوقتي هتعلم او عايز افهم القصة بتمشي ازاي عايز اكتب كود عشان اوري حضرتك المكونات وتطبيق الكود بيمشي ازاي ولنفرض هل فاكر الصيغة بتمشي ازاي نرجع تاني كده الاول خالص سيلكتور ده عبارة عن كود ال HTML ولنفرض نفتح النوت باد بلس بلس وادي ده البادي مش يعتبر تاج الهيد مش تعتبر تاج ال H6 مش تعتبر تاج ال B مش تعتبر تاج ل HTML كل دول عبارة عن HTML tags كل دول عبارة عن HTML elementات طيب نبتدي نقول ال element ولنفرض انا هاخد body تمام كده يبقى ده السلكتور اللي انا هشتغل عليه انا عايز اغير في البادي طيب جميل طيب انت اخترت النطاق ده عشان تغير عليه اخترت الاتريبيوت اخترت السلكتور ده طيب جيد افتح البريسز بتاعتك افتحها واقفلها البريسز مع شيفت جيم وشيفت دال من الكيبورد بتاعتك تمام انت عود على طول طالما بتكتب بتصمم وبتكتب الكود تكتبه تقفله على طول زي ما احنا متعلمين من فين من كورس ال HTML اللي فات جيد بادي انت محتاج ايميل بادي نرجع نشوف هو عايز يقول لنا ايه فتحت البريسز وقفلتها البروبرتي الخاصية طيب هو انت يا سيدي عايز تغير ايه في البادي طيب فاكر ايام زمان في ال HTML كنت تغير الخلفية ازاي كنت تقول له بادي باك جراوند كنت تستخدم خاصية اسمها باك جراوند صح كده طيب اهي الاتريبيوت اللي في ال HTML ديت عبارة عن برضو هنا نسميها بروبرتي ولنفرض هي اتغيرت شوية اسمها باك جراوند داش color دي الخاصية اللي انا هشتغل عليها انا مش عايزك تحفظ تمام كده انا بدي لحضرتك مثال بس ازاي الكود بيتكتب ادي body background color وبعدين هبتدي تحط النقطتين دولت النقطتين اللي فوق بعض وبعدين هتبتدي تحط الفاليو اللي هي الحاجة الاخيرة العنصر التالت المكون التالت للرول للسنتكس اللي هو بيكون عبارة عن الفاليو انت عايز اخترت البادي طيب عايز تغير فين في البادي عايز تغير في البادي باك جراوند كلر طيب انت القيمة بتاعت الباك جراوند اللي انت هتشغلك ايه ولنفرض انا نقول اكوا انا هختار اللون ده وطالما السطر البرمجي بتاعي خلص اوتوماتيك فاصله منقوطه واعمل كنترول اس ده الشكل العام للكود بتاعنا ما تيجي نشوف الكلام ده صحيح ولا مش صحيح في الاندكس وريفرش كده ما اتطبقتش تعالوا نشوف المشكله فين بادي المشكله في ان السطر ده نايم صحيح لازم نصحيه علشان الرابط يتاكتف احنا هنشرح قصة الربط ما بين الكود وكوني انا يعني انا هشرح الاعتداد بالتفصيل بس ده مش معادها طيب لما نريفرش نلاقي بالفعل البادي باك جراوند بقيت لونها اقوى وده اللي انا كنت عايزك بس تفهمه دلوقتي اللي انا عايزك تفهمه ان الصيغة العامة اللي كتبت كود السي اس اس بتمشي البادي
الوسم اللي انت عايز، ملف ال HTML اللي انت عايز تغيره، بعدين منه تفتح البريسز وتقفلها، وبعد ما تفتح البريسز بتكتب الاتريبيوت الحاجة اللي انت عايز تغيرها، وبعدين نقطتين وتروح حاطط القيمة بتاعت الشيء اللي انت عايز تغيره. جيد جيد، ده كويس حتى الآن. ننزل تحت، وهنا بيديني مثال وشغلني على تيبل. انا برضو اديت لحضرتك مثال بس شغلتك على الباضي، ماشي اوكي. هيبتدي بعدين كده، احنا كده خلصنا السنتكس، خلصنا الصيغه العامه لكتابه كود السي اس اس. يا رب تكون الصوره واضحه لحد دلوقتي. طيب هناخد بريك صغير، فاصل من ورد من الصلاه حضره سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك حضره سيدنا محمد نبينا امين وبارك وعلى اله وصحبه وسلم. طيب هنكمل تاني يا شباب مع بعض باذن الله. خلصنا السنتكس، هنبتدي ندخل في الجزء التاني من الحلقه اللي هو كان عباره عن السلكتورز، المحددات. طيب لان المحددات كتير، فعلشان كده ليها اكتر من نوع. طيب ندخل في الموضوع على طول ونقول اول حاجه، اول نوع من انواع السلكتورز بيكون عباره عن دي تايب سلكتورز، المحدد بالنوع على حسب نوع المحدد. وده سهل او ده اسهل واحد فيهم، ده زي الفكره اللي احنا كنا شغالين عليها بان احنا نحدد نوع السلكتور اللي احنا شغالين عليه. يعني هو ده بادي انده عليه هو. طيب انت عايز تطبق ستايل على اتش 6، انده على اتش 6 هو. يعني لو احنا عايزين نستايل اتش 6، لو عايزين نطبق تأثير معين على الوسم ده، فهنروح ننده عليه هو. يعني نقول اتش 6 مكان ده مثلا على سبيل المثال، هنكتب اتش 6 كده. انا عايز اطبق ايه كده؟ انا عايز اطبق التأثير ده السي اس الستايلايه ديت على مين؟ على اتش 6 بس. فلو رحنا للاندكس وعملنا ريفرش هنلاقيها اتطبقت على اتش 6 بس، تمام كده. يعني ده اسمه ايه؟ السلكتور ده او المحدد ده اسمه التايب سلكتور، معناها ان انا بنادي عليه على حسب نوع، وده اسهل واحد فيهم. الامور واضحه لغايه دلوقتي؟ ان شاء الله تكون واضحه. طيب هنكمل على الحاجه الثانيه. النوع الثاني اسمه ذا يونيفرسال سيلكتور. يونيفرسال سيلكتورز من اسمها كده، سيلكتورات عامه، محددات عامه. كلمه يونيفرسال بتيجي بمعنى نطاق واسع. طيب اللي انا عايزك تحطه في بالك، طالما في كلمه يونيفرسال وفي نطاق وحاجات زي كده، هنستخدم الاشبكت او النجمه او الستار ديت. انا مش فاكر اسمها اسبكت ولا اشبكت، ولا مش فاكر اسمها ايه او النطق الصحيح ليها ايه، فهنقول عليها ستار. ومعناها يونيفرسال سيلكتور ان السيلكتورز ده او التاثير اللي هيتحط هينادي على كل العناصر الموجوده في الالم في صفحه ال HTML. خد بالك علشان كده ان يونيفرسال سيلكتورز ديت نادرا جدا ما بنستخدمها، ولو نستخدمها ما بنستخدمهاش في حاجات مؤثره زي الالوان والخطوط والخلفيات، لا بنستخدمها في الهوامش والفريمات وكده، تمام. دي نقطه. بمعنى ولنفرض انا دلوقتي هستخدمها بصيغه عامه عشان اوري حضرتك مثلا الفرق او ازاي نستخدمها. انا عندي في ملف ال HTML، قلت عندي بادي في اتش 6 وفي بي. يعني عندي اليمنتين مختلفين، عندي اتش 6 وعندي بي، تمام. افصل بقى. هنقول هنطبق وسم عام ونقول الاشبكت او الستار ديت نجمه وباك جراوند كلر اللي هي مثلا اكوا. ولو خلصناها كده وعملنا كنترول اس ورحنا لملف الاندكس عشان نعين وعملنا ريفرش، طبعا اللي مش باين ايه علشان الخلفيه اتاخدت معاهم في القصه ديت، فايه فالوان النصوص اللي في الخلفيات بقت زي لون الخلفيه. طيب كده مش واضحه، عايزين نوضحها اكتر. عايزين نوضحها اكتر. طيب هنعمل ايه؟ بلاش باك جراوند كلر، هنخليها كلر بس، هنشغله على الخاصيه كلر بس. ولو عملنا مثلا دلوقتي ريفرش هتلاقي ان ايه اللي حصل؟ على الرغم ان انا عندي اليمنتين مختلفين، الاول ده ال H6 واخد بالك؟ يعني لو رجعت انا هنا عندي اليمنتين مختلفين، ده ال H6 والحاجه الثانيه عندي بي، دول عنصرين الاثنين مالهمش دخل ببعض. ايه اللي حصل؟ التأثير اللي هو لون الاكوا اتطبق على الاثنين، ده ال H6 اللي هو كلمه ويلكم مش عارف مين، وده this is my site مش عارف مين، ده برضه اتطبق عليها. ده بقى اليونيفرسال ستايل.
هو كده لما بيتحط بيطبق لك الخاصية بتاعتك والقيمة يونيفرسال على كل ملف ال HTML بالكامل. ده معناها ايه؟ ده معناها ان انت لو حطيت حاجة تانية هتطبق عليها برضو، ايا كان نوعها ايه، شهور ايا كان نوعها ايه. تحب تجرب ولا ما تحبش تجرب؟ ولا نفرض على سبيل المثال احنا هنضيف برضو وسم بي تاني، او خلينا في وسم مخالف نقول مثلا زي مثلا اتش 3، ونقفل اتش 3 ونقول هير از تايتل. اوكي هنعمل كنترول اس، يبقى انا كده عندي وسم 2 3. ولما اجي نعمل بعد ما عملت كنترول اس ورحت عملت ريفرش، هلاقي الكلمة اللي انا برضو رغم انها ستايل مختلف او يعني هي وسم مختلف لكن برضو اخدت نفس القصة. ليه؟ لان اليونيفرسال سيلكتور الوسم العام ده اللي هو الاشبكت معناها طبق لي البروبرتي ديت على كامل ملف، على كامل مستند ال HTML. فخد بالك وانت بتستخدم يونيفرسال سيلكتورز انت بتستخدمه فين بالظبط، لان التطبيق هيبقى بصفة عامة. فبالتالي لو كانت الامور مش مظبوطة هيحصل تعارض خفيف وهيحصل تعرضه، ممكن يوقف لك شغلك او ممكن تحتار انت وتنسى ايه اللي انت عملته بالظبط في القصه ديت. ده بالنسبه لليونيفرسال سيلكتورز. رائع ماشي. الحاجه الثالثه بتكون عباره عن ذا ديسندنت سيلكتورز. ماشي، انا لما جيت ادور على ترجمه لكلمه ديسندنت لقيتها جايه من كلمه سيل او منحدر او نازل من او كده. فاكرين يا شباب لما كنا بنتكلم عن كورس ال HTML اللي فات وقلنا ان تقريبا الحلقه الثالثه او الرابعه على حد علمي كان اسمها شجره العيله فاميلي تري، وقلنا فيها ان اساسا عندي وسم اسمه وسم الروت او الوسم الجذر او الجزع او اساس القصه ديت، واللي بيتفرع منه وسمين اتنين اللي هو الوسم بادي والوسم هيد، وقول الاثنين دول بيبقوا سيبلينج، يبقوا الاثنين اخوات شجايك، والاثنين يعتبروا مين، يعتبروا تشيلدرن للوسم الروت اللي هو عباره عن ال HTML. ديت بالظبط نفس القصه. ديسندنت سيلكتورز معناها وسم منحدر من وسم تاني. طيب ايه الاوسمه اللي ممكن تتفرع منها اكتر من حاجه؟ زي وسم مثلا وسم اعداد قائمه. فاكرين وسم اعداد قائمه اللي هو كان الوسم بتاع اليو ال او الاوردر او عموما الان اوردر مش هتفرق. خلينا نقول مثلا ان اوردر بلوكت يو ال ونبتدي نقفل اليو ال. اوكي هنبتدي بعد ما نقفل اليو ال نحط جواها مثلا هنقول خلينا نحط ثلاث عناصر ال اي، ونقول مثلا هنكتب this is element. ماشي هنقول this is element ونبتدي نعمل كنترول دي. عندي كده عنصرين تمام كده. اوكي فاكرين لو هنراجع هنقول ان ال li ده وال li دولت الاثنين دولت اسمهم ايه؟ اسمهم سيبلينج، الاثنين شقايق، الاثنين نظاير، الاثنين اخوات، وفي نفس الوقت الاثنين عباره عن تشيلدرن لمين؟ للوسم يو ال اللي هو اساسا تشيلدرن لمين؟ للوسم بادي اللي هو اساسا تشيلدرن لمين؟ للوسم اللي بيضمهم كلهم اللي هو الوسم اتش تي ام ال. راجع معايا الانهيرتنس او التوريث. لو مش فاهم القصه ديت احسن لك ارجع لكورس الاتش تي ام ال اللي فات وافهم كويس ايه هي قصه التوريث وشجره وتابع معايا هتلاقي الامور بجد اوضح تمام. فبالنسبه ل ال ايضا يعتبر عنصر فرعي من اليو ال. لو انا على سبيل المثال عايز انا عندي في ال ايضا وعايز اخلي كلمه element ديت بولد شويه فاهمني، هديها البي وهنا هقفل البي، يبقى كده كلمه element هتبقى بي، هتبقى بولد عن التانية. جيد طيب خلينا نقول التانية ديت خليها اي، هنخليها ايطاليك او مايلة شوية، هنخليها مايلة عن التانية اي. اوكي ماشي ايه اللي حصل؟ اللي حصل كده ان الشجرة عندي ابتدت تتفرع اكتر، اليو ال جوه منه في ال اي، ال ال اي واخد السطر ده كله لغايه اخره، وجوه من ال ال اي في وسم بي
اللي هو اخد كلمة element بس، يبقى الوسم بي تأثيره في نطاق ال element بس، هو هيتطبق على ال element بس. ال descendant selectors اللي بنتكلم عنها ديت وظيفتها ديت، او بيقول لك suppose you wanna to apply a style rule to a particular element only when it lays inside a particular element also. برضو يعني هو بيقول لك انت ممكن تستخدم الديسندنت سيلكتور لو انت عايز تطبق تستايل يعني رول معينه على particular element، على عنصر جزئي. العنصر الجزئي ده عنصر فرعي، يعني element فرعي عموما من الصفحه، هو نفسه العنصر الفرعي يعتبر element، يعتبر هو موجود داخل عنصر فرعي زي يو ال جوه منها ال اي، ال ال اي موجود جوه، هي موجوده جوه اليو ال، واليو ال كلها اساسا موجوده جوه الوسم بودي. تمام، هو قال لك على سبيل المثال ديت اكثر تخصيصين، فهتنده عليها ازاي؟ هتنده المفروض تنده عليه ازاي؟ هو قال لك هنا في اسلوب النداء هتبتدي تنده بالوسم الكلي وبعد منه الوسم الجزئي، يعني مش هتنده على اسم الواد بعدين ابوه، لا هتنده على الاب الاول بعدين تنده على الاسم بعدين، لان الاسم هو اللي انت عايز تستايل عليه، اللي انت عايز تطبق عليه. صحيح. طيب بمعنى خلينا نشرحها اكتر من كده، انا عايز اخلي البي ديت كل اللي موجود جوه البي اللي موجود جوه الاي تبقى مثلا ونفرض لونها احمر، ده اللي انا هشتغل عليه. فعايز انادي على البي، انادي عليها ازاي؟ انادي عليها من فوق لتحت، انادي على اليو ال بعدين ال اي بعدين انده على البي. خلينا نشوف كده هننادي عليها ازاي. يلا احنا هنشيل اليونيفرسال ونقول يو ال، طيب هناخد مسافه بعدين اليو ال جوه منها في ال اي، هناخد مسافه جوه ال اي في عندي بي وعندي اي، انت عايز تنده على مين؟ ولنفرض انا عايز انده على البي واقول له ان انا عايز اللون يبقى ريد. اوكي ما تيجي نشوف التأثير كده، هل اللون هيبقى ريد ولا لا؟ اف 5. طيب this is element كده الستايل اتطبق بالفعل وكلمة element بقت لونها احمر. تمام. طيب والتانية ديت مايلة. طب خلينا نقول حاجة نقطة جميلة، ايه يحصل لو انا خليت دي برضو بي، مش عايز اخليها اي، خليت ديت بي، فبكده بيكون عندي ايه؟ بيكون عندي 2 بي جوه ال اي. خلينا نروح ونعمل ريفرش على الاندكس كده ونشوف ايه اللي هيحصل، ان الاثنين اليمنت اخدوا نفس اللون على الرغم ان انا حددت ال اي واحده بس، وده معناه ان هو هيطبق لك بارتيكولار الصيغه اللي انت عايزها او الرول بتاعك انا طبقته لك عموما على كل الوسوم البي اللي موجوده جوه العنصر ال اي اللي موجوده جوه العنصر يو ال. طيب وده معناها لو كانت في بره في بي بره هطبق عليها، يعني ولنفرض انا طلعت بره اليو ال ورحت عامل هنا بي داش بي، خلينا نقفل البي، ورحت كاتب مثلا اي كلمه هلو ديت هتطبق؟ اسال انا سؤال اقول لك ديت هل هتطبق عليها الوسم؟ ها خمن كده. طيب خلينا نشوف البريفيو اللي هيحصل ونناقشه مع بعض، ننزل تحت نشوف هلو ديت مالها. طب انها هلو ما تطبقش عليها الستايل بتاع اللون الاحمر، طيب ليه ما تطبقش عليها الستايل بتاع اللون الاحمر؟ مش هي بي؟ لا نركز معايا شويه، لان ده عباره عن descendant selectors. انا في تعريف الكود السي اس اس قلت له انا عايز اليو ال جوه منها ال اي جوه منها العنصر بي، يعني انا مش عايز اي عنصر بي، انا عايز العنصر بي اللي موجود جوه ال اي اللي موجود جوه مين؟ اللي موجود جوه اليو ال. لكن انا لو عايز اطبق بيه بصفه عامه كنت شلت الاثنين دولت مسحتهم بكنترول اكس وعملت كنترول وسيف وعملت ريفرش كده هلو بقى كده كل البيهات اللي موجوده في الصفحه هتاخد العنصر، لكن كده مش ديسندنت سيلكتور، ده كده بيجي ايه؟ كده بيجي تايب سيلكتور. اكسلنت يا شباب، اداء ممتاز حتى الان، اداء رائع جدا، ده بيجي ايه؟ تايب سيلكتورز. خلينا نرجعها زي ما هي بكنترول بي. طيب ونكمل مع بعض، ده بالنسبه للديسندنت سيلكتورز، يا رب تكون الامور واضحه. طيب الحاجه الثانيه بتكون عباره عن الكلاس او دي كلاس سيلكتورز. طيب عايز اقول حاجه، كلاس، بص كلمه كلاس دي جميله ازاي، كلاس انا عايزك تكررها اكتر من مره وعايزك تقف عنديها اكتر من مره وعايزك تكون متاكد ان الكلمه دي طالما انت اخترت مجال الويب ديزايننج انها مش هتكون بعيده عنك وهتكون دايما قريبه منك وهتستخدمها كتير جدا لو انت كنت بتتعامل مع الويب ديزايننج. يعني كلاس عموما اللي انا عايزك بس ذهنك يستوعبه ان صفحه الويب تتكون من مجموعه من الحاجات، يعني ممكن نقول هنا هيدر،
هنا فطر، هنا في قائمة جانبية، هنا في قائمة رأسية، هنا في قائمة رأسية، هنا مساحة المحتوى، هنا الإطار العام للصفحة الويب كله. لا والله هنا هنشغلها على 3 عمدان. تمام، تقسيمة الصفحة ديت بتقسمها لديفات، بتقسمها لحتت صغيرة. اللي كلاس ده عبارة عن حاجة أنا لما باجي بنادي عليها. زي إيه؟ زي أنا بحدد، أو زي مثلا لما أنا يكون معايا مثلا أو عايز أعلم طريق معين، فبروح أعمله نجمة كده، بحيث ان انا كل ما اجي احتاج الطريق ده انادي على النجمه. ده اللي انا عايزك تفهمه من كلمه الكلاس عموما. الكلاس اخدمها في تطبيق، في تقسيمه الصفحات، وعموما خدمتها هي كده كلها مع الدفات ومع نطاقات معينه. هنطبقها دلوقتي ونفهم يعني كلاس بالتفصيل. طيب، you can define a style rule based on its class attribute. تقريبا الكلاس اتريبيوت خاصيه طبعا في مين؟ في تبع خصائص ال HTML. انا هنشرحها دلوقتي ونقول مثلا انا عندي هنا هشيل اليو ال، انا مش عايز اليو ال ومش عايز البي، وعندي بي ماشي، هنعمل بي تانية كنترول سي، هنعمل 2 بي. اوكي، بحيث ان انا يكون عندي جاست فور 2 باراجراف. اوكي كده، وادي معايا اتش 6 من فوق. ولنفرض ان انا كنت عايز اطبق تأثير معين على البي ديت، ولنفرض ان انا عايز اغير خلفية البي واخلي، او مثلا اخلي الكلام لونه احمر. تمام كده، اوكي، خلينا نعمل كنترول اس ونروح عند السي اس اس ونقول عادي جدا، هنقول بي كلر دوت ريد. ده طيب سيلكتور وهي تتنفذ. اوكي، خلينا نروح فكنا ونعمل ريفرش. ادي جيسز سايت، دي اللي تحت لونها احمر ودي اللي فوق برضو لونها احمر. ده طبعا بره البي، ده اتش 6 مش تبعنا يعني كده. الاثنين بيجي لونهم احمر. تمام، جيد، الكلام جيد. خلينا نقول لا، على فكره انا كنت عايز البي الاولانيه يبقى لونها احمر، وعايز البي الثانيه يبقى لون خطها اخضر. هنا بدا تيجي الفرق. هنا يبقى لازم انا اميز، انا عايز الشارع ده يبقى بلون والشارع التاني يبقى بلون. ساعتها هبتدي اسيب علامه، اسيب اثر، انادي بيه على كل العيل من العيال اللي ماشيين في الشارع دول، واقول له يا محمد تعالى انت روح هات الحاجه من المكان ده، وانت روح هات الحاجه ديت من المكان ده. طالما جينا المشوار ده يبقى لازم تيجي معاك الكلاسات. طيب، بي، وهنقول مثلا تستخدم الكلاس وتساوي، وخلينا نقول ان ده مثلا ده نديله ال، والكلاس الثاني كلاس ده نديله بي. يبقى انا عندي كلاسين، كلاس اسمه ال وكلاس اسمه بي. تمام كده. طيب، انا ممكن استخدم اللي دخلنا في الحديث والمحور ده اللي هو ايه، اللي هو عباره عن الكلاس سيلكتورز. انا ممكن انادي بالسيلكتور بالخصائص. طيب، انا كده عندي ايه، انا كده عندي 2 سيلكتورز، صحيح، عندي 2 عندي كلاسين، كلاس اسمه ال وكلاس اسمه بي. بيقول لك والله انت ممكن تقدر تنادي عليهم كسيلكتورات، صحيح. يعني لو انت عايز تستايل، عايز تطبق ستايل معين على البي الكلاس ده، بحيث ان هو ياخد لون معين وخلفيه معينه، ولنفرض مثلا وده ياخد لون معين وخلفيه معينه، ممكن تنادي عليه باسمه، وده اسمه ال فممكن تنده عليه باسمه. طريقه ان انا انادي على كلاس بنحط نقطه واسمه ال مثلا كلر ريد. تمام كده، اوكي جيد. طب ما تيجي ننده على الكلر الثاني كنترول دي، كان الثاني اسمه ايه؟ اسمه بي، وده مثلا هنخليه لونه على اسمه بلو. ولنفرض مثلا كده انا عندي كلاسين، ال بدا هياخد لون الخط احمر، والبي هياخد لون الخط ازرق. ما تيجي نشوف التطبيق كده في الاندكس ونبتدي نعمل ريفرش. ادي اللي من تحت اخد الازرق واللي من فوق اخد الاحمر، على الرغم ان الاثنين عباره عن ايه؟ الاثنين عباره عن بي، لكن الفرق والاختلاف حصل فين؟ الفرق والاختلاف ان انا ناديت عليهم كل واحد بكلاس معين. النقطة ديت نقطة مهمة جدا، وانا عايزك تركز فيها كتير خالص، لان انت ان شاء الله باذن الله لا تكاد تخلو تصميمك من كلاسات او ايديات عموما، وهنعرف يعني ايه الايديات كمان شوية. طب ننزل تحت كده، اكشولي لازم يكون بعد الكلاس الاي دي، شور ذا اي دي سيلكتور. بيقول لك الاي دي سيلكتور نفس فكره الكلاس بالظبط، لكن الفرق في اني لما انادي عليه بنادي عليه ازاي. ايام ما كنت بنادي على الكلاس كنت اكتب بي كلاس، هنا هكتب بي اي دي، وهنا هكتب بي اي دي. وطبعا
هنادي عليهم مش بالدوت، هنادي عليهم بالهاش او بالباش او الشباك اللي بيقولوا عليها بوينت تقريبا او باوند، لو انت كنت بتستخدم لغه برمجه تانية انا ما اعرفهاش، فبينادوا عليها بالطريقه ديت. طبعا ايه اللي هيحصل لو عملنا ريفرش فوق؟ نفس التأثير، لان الاي دي هو هو الكلاس اللي بيفرق، بس ان الخاصية اي دي وبنادي عليها باستخدام الباش اللي هو الشباك او المربع زي ما بيقولوا يعني. طيب الاي دي والكلاس عموما برمجيا الفرق ما بينهم الاثنين ايه؟ الاي دي بنستخدمها مع الحاجات اليونيك الفريدة من نوعها اللي مش هتتكرر في الصفحة. يعني زي ايه مثلا؟ زي لما يكون عندك هيدر واحد بس في الصفحة، ساعتها ممكن تستخدم له اي دي. يعني هتقول ان الحته ديت هتسميها اي دي اسمه هيدر، وتشتغل عليه ستايلات زي ما انت عايز. تمام، اي دي مثلا اسمه فوتر، ومن البديهي ان اي موقع يكون فيه هيدر واحد بس وفوتر واحد بس. مثلا ممكن يكون عندك اكتر من قائمه راسيه، ممكن يكون عندك اكتر من قائمه جانبيه، ممكن يكون عندك اكتر من شريط تمرير زي ما انت عايز، لكن الاي دي بتستخدم مع الحاجات الفريده الوحيده من نوعها جوه مين؟ جوه التصميم. انما الكلاسات استخدم عدد كبير جدا زي ما انت عايز من الكلاسات، استخدم اللي انت عايزه. تمام كده، وده اللي انا كنت احنا عايزين نتكلم عليه، الفرق ما بين الاي دي والكلاس، وهيجي التفصيل ان شاء الله باذن الله في حلقات جايه. طيب خلينا نقول الحاجه الثانيه ذا تشايلد سيلكتور، الحاجه اللي بعد منها النقطه اللي بعد منها اسمها التشايلد سيلكتورز. طيب التشايلد بقى جزء من الانهيرتنس او القصه ديت برضه جزء من التوريث، واطلع على شجره العيله هتحاول تفهمني كويس. معناه ان انا ببتدي انادي على برضه بنفس التسلسل وبنفس الترتيب، ولنفرض فاكر الكود ده، انا عندي مثلا كام بي؟ عندي 2 بي، وعايز اطبق، خلينا نحذف الاي دي خالص، عندي 2 بي، والاثنين دولت مش هل يعتبروا الاثنين تشيلدرن جوه البادي؟ صحيح، مش الاثنين يعتبروا ابناء، فانا عايز انده على الوسم بي، عايز انده عليهم هما الاثنين جوه الوسم بادي. ممكن استخدم لها قصه التشايلد ديت، خلينا نمسح واحد طبعا احنا مش عايزينه. ننده عليه ازاي؟ ننده عليه بالوسم الاب، بعدين تنده على الابن، فبنقول الوسم الكبير اللي ضمهم اللي هو البادي، بعدين تنده على الوسم اللي من جوه بي. انت عايز ايه من البي؟ والله عايز الكلر بتاعه يبقى ماجنتا، ولنفرض على سبيل المثال يعني. طيب ما تيجي نشوف التأثير كده، هتلاقي ان البيهات اللي موجودة في الصفحة بقت لونها ماجنتا، الاثنين بي ديت بي لونها ماجنتا. الله، ده الفرق ما فيش يعني، زيها زي مين؟ زيها زي ما انا اعمل بي على طول، زيها زي ما بعمل تايب سيلكتور على طول. ايوان، ما تيجي نشوف كده ريفرش، الاثنين زي بعض. التايب سيلكتور زي التشيلدرن سيلكتور، مع الاختلاف ان ده طيب وده تشيلدرن، لان مش كل الطيبات تشيلدرنات. تمام، فاهمني؟ يعني ممكن العنصر الفرعي ما بيشغلكش على البي، ممكن يشغلك على حاجه تانية، ممكن يشغلك على وسم خاص بيه لوحده زي ال اي، ممكن يشغلك على وسم من الاوسم بتاعه الفورمات النماذج اللي هي جوه منها فيها حاجات كتير كده يعني. ده بالنسبه للتشايلد سيلكتور وفكره عمله بتمشي كده. الحاجه اللي بعديها بقى اسمها الاتريبيوت سيلكتورز. انا بصراحه مش عايز اشرح ديت دلوقتي، الاتريبيوت سيلكتورز ديت مش عايز اشرح، خليها بعيده شويه، وان شاء الله باذن الله نتكلم عنها لو كنا من اهل الدنيا يعني، وجال الحديث عنها يا رب افتكرها واحاول اتكلم عنها، بس انا مش حابب نتكلم عليها دلوقتي لانها قصتها يعني مش وقتها حاليا. طيب ممكن اعمل مالتيبل ستايل رولز، ممكن اعمل مالتيبل ستايل رولز، يعني ممكن اطبق اكتر من خاصيه على اليمنت واحد بس. ازاي؟ طبعا الموضوع ده عادي وسهل وبسيط، بس بحكم ان احنا لسه يعني ما خدناش خصائص كتير فالامر ممكن يكون صعب شويتين. والله افرض انا عندي اليمنت واحد بس، صحيح كده اسمه اتش 6، ممكن اطبق عليه اكتر من خاصيه، يعني انا مش محدود بعدد معين من الخصائص، ان ليميتد خصائص براحتك. عندي كلر ماجنتا، اوكي، ممكن انزل تحت واقول له واخش على الاتريبيوت تانيه، اقول له مثلا باك جراوند كولر، واقول له مثلا اكوا، واقفل السطر البرمجي وكنترول سيف وهكذا. طب ما تيجي نشوف كده،
على اتش 6 ريفريش. بص الاتش 6 بيجي لونه ماجنتا، لون الخط، ولون الخلفيه بيجي مين؟ بيجي اكوا. طيب ديت قصه المالتيبل ستايل رولز، يعني انا ممكن اكتب اكتر من حاجه، هو مشغلني على فونت ويت وليتر سبيسنج ومارجن يعني انت مش محدود بصف بخصيه واحده بس جوه، لا ده انت ممكن تكتب انليمتد بروبرتيز جوه مين؟ جوه الوسم بتاعك، جوه مين؟ جوه البروبرتيات بتاعتك، ممكن تشغلك على عدد لا نهائي من الخصائص از يو سو زي ما انت عايز. طيب الحاجه اللي من تحت بيكون عباره عن الجروبنج سيلكتورز. طيب لو انا كان عندي ولنفرض قد يتبادر للذهن سؤال، السؤال بيقول طيب لو انا كان عندي مثلا اتش 1 واتش 2 واتش 3 والثلاثه دول عايز اطبق عليهم نفس التاثير، يعني ولنفرض لو فتحنا الايديتور بتاعنا وعندي كان عندي اتش 6 وخلينا نقول كنترول زد وعندي بي، خلينا نقول بي واحده والاثنين دولت عايز اطبق عليهم نفس الستايل الاتش 6 والبي، هل في طريقه بدل ما انادي على الاتش 6 لوحده وبدل ما انادي على البي لوحده؟ اكشولي هو بيقول لك هنا في طريقه. ايه الطريقه؟ اكتب الوسومات بتاعتك وافصل ما بينها ب كوما واكتب العدد التاجات اللي انت عايز تعملها. يعني ولنفرض انا هنا عندي اتش 6 اروح واخد كوما وقال له والله ده بي كمان معاك بي، طبق لي البي الكلام ده على البي. طيب لما تيجي نشوف هو هيعمل ايه في الاندكس لو عملنا ريفرش وانا عندي كده بي، اوكي رائع جدا. This is site is just مش عارف ايه، نفس الستايلات اللي اتطبقت على اتش 6 تتطبق برضو على البي. ديت قصة مين؟ قصة الجروبنج سيلكتورز او تجميع ايه المحددات. يو كان برضو نفس القصة، ممكن اطبق، ممكن انادي على ايه، ممكن انادي على كلاسات، ممكن انادي على اكتر من كلاس، ممكن انادي على اكتر من اي دي، ممكن انادي عليه زي ما انت عايز. القصة كلها بتمشي زي ما انت زي ما تبادر للذهن ليك. ده بالنسبة جاست كولينج، ده بس اسلوب نداء على عنصر معين في الصفحه او على وسم معين من الصفحه على حسب لو انت كنت مميزه او لو ما كنتش مميزه. بتميزه ازاي؟ بالاي دي او الكلاس. لو انت مش هتميزه لو ندهت على العنصر هيتنده عليه بصفه عامه جوه صفحه الويب. ده بيكون عباره عن الحلقه بتاعت النهارده، اتكلمنا فيها عن سنتكس الصيغه العامه كده بتكون الاتش تي ام ال والسيلكتورز، واتكلمنا فيها عن مجموعه من الانواع المختلفه الخاصه ب السيلكتورز. طيب التطبيق والابلكيشنز والالوان والحاجات اللي انا كنت بكودها ديت دي جاست فور تريننج، جاست بس بوضح لحضرتك يعني ايه مثلا طيب سيلكتورز، يعني ايه مثلا سينتاكس بتتكتب ازاي، عناصرها ازاي، يعني ايه مثلا كلمه اتريبيوت، يعني ايه فاليو، يعني ايه وهكذا. ده بيكون عباره عن الانطباع العام او عموما يعني كان على سبيل التوضيح. ان شاء الله باذن الله في حلقات جايه يرد بالتفصيل ذكر الخصائص والحاجات اللي احنا بنشتغل عليها طبعا شور باذن الله، باذن الله كل خصيصه تاخد لها حلقه لوحدها. واللهم اياك نسال ان الدوره او حلقه اليوم ان شاء الله باذن الله تكون مفيده وواضحه، وان شاء الله الدوره كلها تكون باذن الله مفيده وواضحه. سعيد جدا باستضافه حضراتكم على مدار حلقه اليوم وعلى مدار التوتوريال بالكامل. سبحانك اللهم بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.